هل الاهلي خسر بطولتين الدوري اللي فاتوا وبطوله افريقيا وكاس مصر بفعل فاعل؟ بنسبه. بنسبه قد ايه؟ بص نمسكها واحده واحده. اتفضل. بطوله افريقيا 100% 100% بفعل فاعل. طيب الاهلي فريقه ليس الاحسن وليس الافضل، لكن في 20% اخطاء تحكيميه، حصلت اخطاء تحكيميه. انا ما بقولش انها مقصوده ولا حد لا قدر الله ذمته كذا ولا كذا، صادف ان هناك اخطاء تحكيميه اثرت على نتائج الاهلي في المباريات المصريه المحليه، اثرت عليه. مش عايزه كلام. الزمالك استحق لقب الدوري ولا الاهلي اللي فرط في اللقب؟ هو بص استحق الزمالك، كسب، مبروك للزمالك. الزمالك، انا الزمالك عجبني في حاجه مهمه قوي، ان المدرب بتاعه طلع ناشئين هايلين. طبعا. يعني ما كانش فيه بقى عنده قيد مثلا، لكن هو تصرف تصرف منتهى الذكاء، هو طلع 6-7 ناشئين يعني سوبر. فهو له تحيه جامده جدا على كده. والزمالك كسب بجداره. حتى ممكن كان كسب بجداره عشان فيريرا ولا عشان اداره النادي قويه برئاسه مرتضى منصور؟ بص والله هي خليط. ما هو اللي جاب فيريرا مين؟ ما هو اللي جابه مرتضى منصور. هو بص هو عده عوامل يعني. هو طبعا القائد ده بينسب اليه ان النجاح بنسبه كبيره قوي. ليه؟ لان هو اللي بيختار معاونيه. يعني انت اللي بتدور المنظومه. فانت النجاح اللي هو رئيس النادي. طبعا اللي هو زي ما حضرتك كنت في اسمه. ايوه بالظبط. هو اللي هو فالنجاح ينسب له، ولا قدر الله الفشل ينسب باعلى نسبه. هل رئيس النادي لكن كانت المنافسه هتكون اصعب لو ما حصلتش الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في حق الاهلي. كانت المنافسه هتكون اقوى وهتكون اصعب. مش معنى ذلك ان بقول لك كان الاهلي يكسب او الزمالك يخسر، لا. لكن كان هتكون احلى واجمل وارقى للكره المصريه لو كان الكلام ده حصل. والعلم سيادتك لو كانت الاخطاء التحكيميه دي ما حصلتش، انا كنت اتوقع ان الزمالك هيكسب، بس كان صوره الدوري كانت هتكون احلى. يعني انا كنت اتوقع الزمالك كان هيكسب. ليه؟ ليه الزمالك كان هيكسب؟ لان الزمالك كانت لياقته البدنيه اعلى من لياقه الاهلي، زائد ان الزمالك بيجي في الشوط الثاني بينزل مجموعه من الناشئين، فالناس تعتقد ان المستوى هينزل، تجد المستوى يطلع. زائد ان رؤيه الراجل مدرب الزمالك في الملعب، هو بيقرا الملعب. موسيماني ما كانش بيعرف يقرا الملعب، ولا الراجل اللي جه الاخراني ده كان يعرف يقرا الملعب. لا، مش دول مش مديرين فنيين، دول مدربين. المهم هو الكوتش. المدير الفني بتاع الزمالك كوتش، دول مش كوتش. لكن لازم اقول لك ان هناك اخطاء تحكيميه واخطاء في الفار حصلت في عدد من مباريات النادي الاهلي. اكمل انا الجمله؟ اتفضل. ساعدت الزمالك على الحصول على بطوله الدوري؟ ساعدت على الزمالك انه يحصل عليها بطريقه اسهل. بطريقه اسهل. لكن الزمالك ما قدمش عروض قويه. لا قدم. ما انا قلت لك، ما انا قلت لسالك الزمالك كان احسن فرقه. لا، ما انا قلت بالحق. الزمالك احسن فرقه، واحسن لعيب من الزمالك. وعواد كمان كان احسن جون. واحسن ناشئين طلعت من الزمالك. علما ان الاهلي فيه ناشئين ما يقولوش عن الزمالك. بس ما تاهلوش زي ما دول تاهلوا في الزمالك. وما توظفوش زي ما دول توظفوا في الزمالك. كان مدربين الاهلي تلاقي ولد بيلعب جايب جونين وعامل حاجه معجزه، الماتش التاني قاعدينه بره.